جيتوا تنظفوا في نادي الشهداء. احنا قويه ما معناتها هلا سي قوي هاكي على عين ما كانش خلينوا اللي روحوا معناتها ما فيش انشطه لا شيء ما فيش لا نشاطات لا شيء ما فيه لا نشاطات لا شيء هذا وهذا العاصمه تاع الحرب اول ما تضرب الكرطوشه تضرب سلاح الدشراوي شهيره سلاح الطيب فهمتي وهذه وليدات حي النور كلها شهداء من هنا كويته وليدات حي الزور وليدات القصرين كلها هنا وين هذا نادي جنات تاع شهداء الثورة من درعت وين درعت محاي النور وحاي الزور وين هاي الشباب اللي قام الثورة عاودوا رجعوهم للحبوسات بتهم باطلة هكاك ما ثمش حتى شيء هذاك وعلاش الشباب ولا يخاف من انه يخرج مرة أخرى في مسيرة حتى سلمية خاطر نحن عملنا برشا مسيرات سلمية في الأخر نتاعها شنو في الأخر نتاعها يبعثوا لك مجموعة معينة فهمني تدخل فصل المسيرة السلمية تولي المسيرة ماهيش سلمية والغاية من انهم هم يدخلوا فيك العباد هذيك وعلاش باش يوقع مثلا تكسير باش يوقع حرق يرجع عليك هو معناها المبرر نتاعو هيبة الدولة هاك الشباب اللي قام بالمسيره هذيك اللي مسيره سلميه طالب حقوقه يعاود يرجعوا للحبس الناس معهم ضربوا هم ضربوا في الشعب بارهاب هم ضربوا في السلوم هم ضربوا كذا نسمعوا في الاخبار كذا نسمع مع الاعلام كما الناس بتسمع الولايات الاخرى نحن رينا ارهابي ولا رينا جثه تاع ارهابي ولا رينا حتى شيء نحن رينا الارهاب مثلا في العراق انا قتلنا 10 انا قتلنا 6 انا اعتقلنا كذا وروش ارهابي معتقل ما ريناش وروش ارهابي ميت وروش ارهابي محروق ما ثماش وقاعدين يخوفوا بينا في الجهات الاخرى حتى في المستثمرين عاد يخوفوا بهم من القصرين هو بلاد ارهاب هاي بلاد كذا هاي بلاد كذا المستثمر مع الجاي القصرين باش يجي يدفع قلبه ومليارات هنا في القصرين علاش يدفعها بلاد ارهاب ولينا كنا ارهابيين واحنا الارهاب هذا نسمع به في التلفزه كيما تعدي فيه الاعلام مش علاش لنا عليكم غامة ولا نعطوك 20 سنة باش تفهم الحبوسية شعبية مش نظام ديكتاتوري حكومة انتقالية من غير تجمع دستوري نطلبو مساوات بجهات الجمهورية الماضي زاق تعطو خدمة والبطاطا تجاري مش بزايا ما نقول لي علاش عطوك لازم تكافر عبرة ديكتاتوري تاع الفيسبوك يسأل الكل شروطكم مزومة يا حكومة ولينا شعرت على الحومة نضربوا جمهورية ثانية عرس وعين ربنا يتخمم وتعاون سيناريو 87 كنا فاقين من بطال الشهر حاشتنا بالجهة السلطة كيف رشيد بن عمار ايه نرقى نتشنق على كلمة الحق اما اقسم بالله قصرك ما يتحرق اسم كان تحب اقرا الوصايا ميزان ما تخوفش 10 ملايين واش من ورايا علاش انا كرامه لكن السما للكرتوش كان تقول على الشعب جبان سيسك ما تعرفوش تحبوا المواطن ما تكونش خبز معاكم ما ياكلش سريه سقاط حاشا اللي ما يستاهلش الشباب اللي امل الكسرين كسرين محتاجة البرامج ومحتاجة المقترحات ومحتاجة الدفاع حقيقي وعقلاني عليها ما عادتش محتاجة مجرد عاطفة اسمها الكسرين شعارات والتوجه كان واضح يحبوا يعتبروا ولايتهم الكسرين عندها سنين خارج حضن تونس يحبوا يرجعوها لحضن تونس يحبوا يرجعوها لاقتصادها ويحبوا يرجعوها لخدماتها الاجتماعية ويحبوا يتمتعوا كيفهم كيف الشعب التونسي وكيفهم كيف تونس كيفهم كيف البشر في العالم بثرواتهم وبفلاحتهم وباقتصادهم ويحبوا معناها والشعار اللي رفعوه برشا شباب في القصرين يحب يداوي في القصرين يحب يقرا في القصرين يحب يكمل تعليمه الجامعي في القصرين ويحب يكون عنده ترفيه في القصرين ويحب يكون عنده شغل في القصرين فهمت التوجهات هذه ما تمش اراده سياسيه معناها دافعت على هذا في تقديرنا هذا مربط فرس اللي إذا كان رئيس بشي جديد
هو راهو باش ينتخب وعارف شكون باش يربح في الانتخابات بالنسبه لنا. اي شكون؟ عارف باش يربح هذا قائد السبس. فهمتني؟ ما نعرفش كان سمعت بها فما مسيره عملناها في القاسرين نهارات هذوما. بالنسبه نحكي لك جاتنا في القاسرين خسرنا برشا حاجات. فهمتني؟ كثير فما برشا ادارات تحرقت من الثوره ما عادش تحلت. كاين معناتها ولد كاين عملنا دوينة الثورة هذيك عملناها كدوينة معنا عبيد كي رجعوا تو وشي رجع رجعوا كي رجعوا ناقمين هنا أكثر هذا بالنسبة لجماعة كاين كيسوسوا بالنسبة لجماعة التجمع اللي رئيس الشعب مثل الكادرة في إدارة معينة مثل ولا في وزيد وزيد معناتها حتى بالنسبة لجماعة الحاكم فهمتني حتى جماعة الحاكم كيف كيف برشا حاجات من الانتقاد الديمقراطي فاشل هذه الكلمة